الخير ليس مستغربا. لا أتقبل. العم بصير 7 أيام بشكل آخر. رئيس الجمهورية خلال رعايته اليوم مصطلح تلويح الصوفية بحضور الراعي والطبلة. تحدثنا عن المخاطر والسلبيات. حزب الله من بكركي يرفض زيارة البطريرك الماروني إلى الأراضي المقدسة، وعسيري يدعو إلى بذل الجهود لإتمام الاستحقاق. الله أكبر، الله أكبر، هذا بسم الله ونعم الوكيل. درع في مرمى البراميل المتفجرة والصواريخ، وانفجار يستهدف المصلين أمام الجامع الكبير بريف إدلب. صباح الخير. على بعد أيام عدة على انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان، تكثفت الاتصالات ونشطت المشاورات داخليا وخارجيا. هذا الاستحقاق سيكون في صلب المواقف التي سيطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى الرئيس ميشيل سليمان الذي سيرعى المصالحة قبل ظهر اليوم في قرية بريح الشوفية، وذلك بمشاركة حشد وزاري ونيابي وسياسي ودني واجتماعي. الرئيس سليمان أكد في حديث لصحيفة اللواء أنه حسم موضوع التمديد نهائياً، وهو مرتاح جدا لأنه حرر نفسه من هذا الموضوع ولا دخل له بما يطرح، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد التمديد، وكأنه يحاسبني على مواقف الأخيرة وعلى الثوابت الوطنية التي أعلنتها وأكدتها في أكثر من مناسبة، والتي لن أتخلى عنها لا اليوم ولا غدا أو بعد غد ما دمت مؤمنا بها. رئيس الجمهورية كان دق ناقوس الخطر بتوجيهه رسالة إلى المجلس النيابي من أجل استكمال الاستحقاق الرئاسي. التقرير لسلمان العنداري. قبل أيام قليلة من مغادرته قصر بعبدة، وجه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس كانت بمثابة دق ناقوس الخطر. سليمان طالب في رسالته العمل بما يفرضه الدستور وبما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري، تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 من شهر أيار الجاري. فما هي أبعاد هذه الرسالة؟ وهل من أبواب مفتوحة تسمح بإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل؟ اليوم نحن في حالة ضرورة، في حالة الفراغ فيها خطر، المخاطر مداهمة، وبالتالي وجد رئيس الجمهورية أنه من واجباته يلفت نظر مجلس النواب، مع العلم أنه مجلس النواب واعي تماما لكل مسؤولياته، ولكن أدلى بدلبه، وهيدا يعني من قبيل حرصه على القول أنه تفضلوا اعملوا واجباتكم، يلا أنا استحث مجلس النواب. في حرص عند القيادات، كل القيادات، على أنه ما ندخل في هكذا فراغ. أنا تقريبا على يقين أنه الحراك اليوم هو كتير يعني مهم. كل الدلائل تشير إلى أنه نحن على يعني مقرب من التسوية. ساعة الصفر اقتربت، وعند منتصف ليل 24 25 من أيار تنتهي ولاية الرئيس الحالي ويغادر القصر. فهل يطلع النواب بمسؤولياتهم قبل فوات الأوان وينتخبون رئيسا جديد، أم أن الجنوح إلى الفراغ بات محتما؟ الصرح البطريركي في بكركي كان أيضا محور الاتصالات من خلال اجتماع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى وفد من حزب الله الذي اشترط حضور نوابه جلسات الانتخاب بالاتفاق المسبق على اسم الرئيس، مبلغا الراعي رفضه لزيارته الأراضي المقدسة. أما سفير السعودي علي عواد عسيري فأكد خلال اجتماعه بالبطريرك الماروني أن الاستحقاق الرئاسي يقع على عاتق المسيحيين في الدرجة الأولى، لافتا إلى أن المملكة تبارك أي توافق سياسي، ودعا إلى بذل الجهود لإتمام الاستحقاق.
الموقف الرسمي الأول لحزب الله من زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الأراضي المقدسة جاء من بكركي بعد زيارة وفد من الحزب ضم أعضاء المكتب السياسي السيد إبراهيم أمين السيد وغالب أبو زينب ومصطفى الحاج. ساعة ونصف الساعة استغرق اللقاء، خرج بعده وفد الحزب ليؤكد أنه لا يشكك في نوايا البطريرك لكنه أبلغه موقفه الرافض لهذه الزيارة انطلاقا مما يراه من تداعيات سلبية لها. أنا قلت وجهة نظره وقدم هو وجهة نظره حول هذا الموضوع، والموضوع لا يتعلق بالخلفية أو بالمنطلقات أو بالنوايا. نحن متفقون على سلامة النوايا وعلى المنطلقات الوطنية والدينية، لكن نحن تحدثنا عن المخاطر والسلبيات في التداعيات هذه الزيارة على مستوى لبنان أو مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني المحتل أو في المنطقة. الاستحقاق الرئاسي حضر أيضا في اللقاء، وأكد السيد أن حزب الله لن يشارك في جلسة انتخاب الرئيس قبل الاتفاق المسبق على شخصية الرئيس، مشيرا إلى أنه ليس هناك في لبنان ديمقراطية مجردة. الموضوع يتعلق بشخصية الرئيس إذا كان مقبولا أو غير مقبول، الموضوع لا يتعلق بحدية 14 أذار أو غير 14 أذار. وغبطته أيضا أثار موضوع الانتخابات الرئاسية، وركز جدا على أهمية أن لا يحصل فراغ وعلى مسؤولية النواب في ضرورة أن يذهبوا وينتخبوا رئيس. هل ستحضرون الخميس المقبل بناء على رغبة البطريرك الراعي؟ هل ستحضرون كحزب الله الخميس المقبل جلسة؟ يعني إذا لم يكن هناك رئيس متفق عليه ويشكل شخصية لكل اللبنانيين وليس شخصية تحدي للبنانيين ويدخل البلد في أزمات ومشاكل كبرى، أكيد لن نذهب. ليش ما أعلنتوا بعد؟ من هو مرشحكم للرئاسة؟ حينما يعلن مرشحنا نفسه للانتخابات الرئاسية يعني نحن عمر؟ نعلن ذلك إن شاء الله. يعني تنتهي المهلة؟ يعني حينما يعلن مرشحنا نعلن نحن إن شاء الله. البطريرك الماروني استقبل كذلك سفير المملكة العربية السعودية علي عواد عسيري، وعرض معه التطورات والمستجدات محليا وإقليميا. السفير عسيري قال إن المملكة تدعم أي توافق لبناني بامتياز لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال إن الاستحقاق يقع على عاتق المسيحيين في الدرجة الأولى، داعيا كافة القوى السياسية في لبنان إلى بذل الجهود لإتمام هذا الاستحقاق. وتوقع عسيري صيفا واعدا للبنان في حال توافق اللبنانيون وتمت الانتخابات. أوضح المستشار الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي وليد غياض أن البطريرك الراعي كان واضحا أمام وفد الحزب، وهو أبلغه أن زيارته للأراضي المقدسة محسومة ولها دوافعها الرعوية وهي بعيدة من السياسة. ولفت غياض عبر الجمهورية أن الحزب والبطريرك أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري رفضا للفراغ. أبلغ الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء أنه سيرأس وفدا رسميا الاثنين المقبل إلى السعودية، وخلال الجلسة التي عقدت في السرايا الحكومي بحث مجلس الوزراء في موضوع اللاجئين السوريين وأساليب معالجة تداعيات تضخم أعدادهم على أن يتابع النقاش به الأسبوع المقبل. وقرر المجلس خفض التعريفات والرسوم المتعلقة ببعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الثابتة والخلوية وخدمات الإنترنت، كما أقر سلسلة تعيينات إدارية. بهذه الجلسة تشكل على صعيد عالم الاتصالات جلسة تاريخية بالنظر للإنجاز الكبير الذي تحقق فيها، واللي هي صدرت فيها ثلاث قرارات تتعلق بموضوع الاتصالات، إن كان لجهة أسعار التخابر، إن كان لجهة الإنترنت وأسعار الإنترنت واستعمال الإنترنت، إن كان لسرعة الإنترنت. وهذا أنا بعتقد هذه القرارات تنقل لبنان من عالم كان متأخر ومتخلف عن التطور الحاصل في عالم الاتصالات إلى عالم جديد. تمديد تعيين الدكتور معين حمزي أمينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين. تم تعيين السيد ياسر ذبيان رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. تم تعيين الدكتور فيصل شاتيلة رئيسا لمجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومديرا عاما له.
تم تعيين السيد يحيى خميس مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة. أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بعد لقائه هيئة التنسيق النقابية استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات في مواعيدها. في المقابل حملت هيئة التنسيق النقابية السياسيين حملتهم مسؤولية ما آلت إليه الأمور. أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أنه تم الاتفاق على إكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات المدرسية في موعدها، مشيرا بعد لقائه وفدا من هيئة التنسيق النقابية إلى أنه سيتم البت بموضوع الامتحانات الرسمية بعد جلسة 27 من أيار الجاري، وسيبنى على الشيء مقتضاه. ما راح يصير في تعطيل للعام الدراسي، ما راح يصير في إضرابات قبل ما يخلص العام الدراسي، ما راح يصير في تسكير للمدارس قبل ما يخلص العام الدراسي. أنه اتفقنا على إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات المدرسية بموعدها، يعني كل المدارس بدها تقوم بالامتحانات بالموعد المحدد لإلها. إذا ما قدرنا نعمل امتحانات رسمية عندنا جيل بأكمله ما راح يقدر يفوت على الجامعات. هيدا الفراغ اللي ممكن نفوت فيه إذا ما بيصير في انتخاب لرئيس للجمهورية اللبنانية ب 25 الشهر، عم نفوت مش بس بفراغ رئاسي، عم نفوت بفراغ على مستوى الوطن وعلى مستوى كل القطاعات بدها تتأثر فيها كل عائلة بهالبلد. بدورها أكدت هيئة التنسيق حرصها على الطلاب وحملت المسؤولين مسؤولية ما وصلت إليه الأمور. إذا ما في سلسلة، إذا ما في حقوق، هم يتحملون مسؤولية أخذ البلد على المجهول بالاقتصاد وبالسياسي وبالامتحانات وبكل الأفق المجهول للبنان. أخذوا البلد على أزمة وطنية فليتحملوا كل المسؤولية بالكامل. هذا صوت هيئة التنسيق النقابية. هي مش بس بالتربية وهي مش بس بالتعليم، هي بكل الميادين ما خلوا شيء. لذلك قضيتنا من قضية هالبلد. يعني نحن تجاه طلابنا حريصين على أنهم ياخذوا شهاداتهم، ولكن هن اللي عم يقدفوا فينا إلى أن وصلنا إلى الحالة اللي نحن فيها حاليا. وشكر أبو صعب رابطة المعلمين على قرارها، مكررا المطالبة بحقوقهم، سيما وأن كل الأفرقاء السياسيين أقروا بحقيتها وأن البحث مستمر في آلية تمويل السلسلة. أكد النائب جمال الجراح أن مشروع اللجنة المصغرة الأخير بشأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو الأمثل بالنسبة للجميع. موضوع سلسلة الرتب والرواتب كان محور ندوة للنائب جمال الجراح نظمتها منسقية الجنوب في تيار المستقبل، وأشار الجراح إلى أن مشروع قانون تمويل السلسلة ب 1800 مليار هو الأقرب للمنطق ضمن الإمكانيات المتاحة. وبعد تأجيل الجلسة المتعلقة بمناقشة السلسلة إلى 27 من الشهر الحالي، أشار الجراح إلى أنه سيعاد تقييم الموضوع لا سيما فيما يتعلق بالأرقام وأين وصلت اللجنة وما يمكن فعله حتى تكون الأمور واضحة في الجلسة. بس عم نعطي جزء كبير من هذه الحقوق وعم نبعد عن خطر الانزلاق الاقتصادي. نحن كنا واضحين اللي بنحكي داخل اللجان بنحكي برات اللجان. عندنا كل أنواع المشاكل، كل أنواع المشاكل، لكن مسؤوليتنا أنه ننقذ، يعني نكون ماشيين بعملية إنقاذ، ما نوصل الوضع للانهيار. ليه؟ لأنه لا سمح الله إذا انهار ما في حدا يشيله. أيام رفيق الحريري راحت. وحول الانتخابات الرئاسية، اعتبر الجراح أن ما يجري من تعطيل هو لاستبدال الدستور والنظام العام بمنطق القوة، مشيرا إلى أن منطق انتخاب رئيس يدير الأزمة لا يبني وطنا ولا مؤسسات. بعد الفاصل في النشرة، مواجهات مسلحة في بنغازي والحكومة تصفها بغير الشرعية. نواصل تقديم الصباحية. سقط عشرات القتلى والجرحى جراء انهمار البراميل المتفجرة والصواريخ على ريف حلب الشمالي ودرعا بالتزامن مع انفجار سيارة مفخخة بريف إدلب.
بعد سيطرة الجيش الحر على القمم الاستراتيجية في درعا جنوب سوريا، زاد النظام من عملياته العسكرية بشتى أنواع الأسلحة، إذ تكثفت الغارات الجوية على مناطق مختلفة في محافظة درعا، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء الغارات على مستشفى ميداني في مدينة جاسم. وفي المقابل أعلن الجيش الحر أنه بدأ قتاله لتحرير الحي المنشية آخر معاقل قوات الأسد في درعا البلد، حيث نسف الثوار مقر عمليات للنظام. مسلسل السيارات المفخخة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار يتكرر، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم أطفال عندما انفجرت سيارة مفخخة لدى خروج المصلين من الجامع الكبير في بلدة بنش بريف إدلب. الانفجار ترافق مع قصف مدفعي عنيف على المدينة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي، كما قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء سقوط 7 براميل متفجرة على ريف حلب الشمالي، كما قضى طفل إثر سقوط برميل متفجر على حي بني يزيد في مدينة حلب. وفيما شهدت أحياء دمشق قصفا عنيفا من قبل قوات الأسد، تعرضت عدة بلدات في ريف دمشق وخاصة بلدة المليحة لقصف عنيف لمنع أي تقدم للثوار باتجاه دمشق. قتل أكثر من 20 شخصا وجرح نحو 80 في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة بنغازي الليبية بين مسلحين من كتيبة 17 فبراير وقوات يقودها قائد القوات البرية السابق اللواء خليفة حفتر. وقد وصف رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثاني التحرك العسكري في بنغازي بأنه خروج على شرعية الدولة، مؤكدا أن لا مكان للإرهابيين في ليبيا. انتهت جولة المفاوضات الجديدة بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا بعد ساعات على اعتراف واشنطن وطهران بأن المحادثات تتقدم لكنها صعبة. وأعلن متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أن هذه الجولة من المحادثات انتهت من دون الإشارة إلى أي تقدم محتمل، وقد حدد موعد للجولة المقبلة في 16 حزيران. بعد الفاصل في النشرة: كهرباء لبنان تطلب حماية القوى الأمنية، نواصل تقديم النشرة. قانون السير الجديد وسبل تطبيقه مدار بحث في اجتماع ترأسه وزير الداخلية نهاد المشنوق. ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا للجنة السير بحضور النائب محمد قباني والقادة الأمنيين المعنيين من أجل البدء بعملية تطبيق قانون السير الجديد في جوانبه الأساسية المتعلقة بوزارة الداخلية. رئيس لجنة النقل النيابية محمد قباني شدد في نهاية الاجتماع على أهمية تطبيق قانون السير من أجل تسهيل حركة الناس والسيارات. وبحثنا في المفاصل الأساسية التي يمكن أن نختصرها بإنشاء وحدة مرور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وستكون مدينة بيروت النموذج والبداية في تطبيق قانون السير بعد عدة أشهر. دعت مؤسسة كهرباء لبنان القوى الأمنية إلى استلام الأمن في المبنى المركزي حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وتأمينا لحسن سير العمل. وبحسب بيان صادر عن المؤسسة فأن هذا الطلب جاء بعد التصعيد المفاجئ لعمال غب الطلب وإقفالهم أمس جميع مداخل المبنى المركزي. ووصفت المؤسسة التحرك بأنه غير حضري وغير مقبول ويحول دون القيام بالواجبات الإدارية ويعطل مصالح المواطنين ويهدد سلامة الاستثمار في المؤسسة. نفذ عدد من موظفي وأجراء الساعة ومقدمي الخدمات الفنية في وزارة المالية نفذوا اعتصاما أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة مطالبين بتسوية أوضاعهم. مسيرة جديدة من مبنى الضريبة على القيمة المضافة إلى جسر العدلية. موظفو وأجراء الساعة ومقدمو الخدمات الفنية في وزارة المالية أرادوا رفع الصوت مجددا للمطالبة بحقوقهم. موظف الساعة بوزارة المالية، مقدم الخدمات الفنية، هالتسمية اللي أعطونا إياها، هيدي التسمية بدها تكون تتحول لشيء فعلي عملي اللي هو التثبيت حسب الجدارة وحسب سنين الخدمة. وأيضا نحن قلنا حقوقنا بالضمان، ما بقى حنتركها ونسكت عنها. نحن قلنا حقوق بالإجازات من أمومة ومرضية وغيرها، نحن قلنا حقوق بالأعياد، نحن قلنا حقوق بالمفعول الرجعي والتعويضات وحق التقاعد،
في ناس منا هلا حتطلع على التقاعد ما عندها شيء، انه نحن من كوكب اخر بس فهموني. انه عود الناس حارمينكم من حقوقكم، من ابسط حقوقكم، من حقكم مش بس بالضمان الاجتماعي، حقكم بالتثبيت والتوظيف للي انتو عم بتقوموا بهاي الوظيفة الى جانب زملاء لإلكن بنفس المكتب. وناشد المعتصمون وزير المالية لإنصافهم والعمل على تثبيتهم كغيرهم من الأجراء والمياومين في المؤسسات الأخرى. اعتبر النائب مصطفى علوش أن الأخلاقيات في بعض الأعلام سقطت، وخصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدولية وترهيب الناس والسلاح غير الشرعي. أكد منسق تيار المستقبل في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش أن الصحافة ليست جميعها بلون واحد، فثمة صحافة بيضاء وصفراء وسوداء وملونة وصحافة العملة الخضراء. كلام علوش جاء في خلال تكريم تيار المستقبل مجموعة من الإعلاميين والمراسلين العاملين في طرابلس بحضور نواب وحشد من الشخصيات. وقد يختلف بعضنا على منطق السيادة ويصف الخارجين عن القانون بالمقاومين، ومنطق استعمال لبنان وشعبه منصة لإطلاق الصواريخ وتلقيها بأنها جزء من مقاومة الاحتلال والعدو الإسرائيلي، ولكن السقوط الأخلاقي يصبح واضحا عندما يتجاهل بعض الإعلام تصريحات الجنرال صفوي وغيره من المساعدين وللفقيه في إعلانهم سيادتهم على لبنان وسوريا والعراق. وقد نختلف أيضا على توصيف المحكمة الدولية واستهدافاتها، ولكن أن ننشر أسماء الشهود لمجرد ترهيبهم وليس سعيا وراء الحقيقة ولا سعيا وراء العدالة بل لمجرد ترهيب هؤلاء الناس فهو أيضا من علامات السقوط الأخلاقي. وشددت الكلمات على أهمية الحفاظ على الحريات الإعلامية وحماية الصحفيين وضرورة التقيد بالأخلاقيات المهنية. وفي ختام الحفل كرم مراسل جريدة النهار في طرابلس نعيم عصافيري تقديرا من تيار المستقبل لما بذله من جهود طيلة نصف قرن في خدمة طرابلس والشمال. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بعناوينها. مواقف لرئيس الجمهورية خلال رعايته اليوم مصالحة تبريح الشوفية بحضور الراعي وجنبلاط. المخاطر والسلبيات. حزب الله من أبكيرك يرفض زيارة البطريرك الماروني للأراضي المقدسة، وعسيري يدعو إلى بذل الجهود لإتمام الاستحقاق. درع في مرمى البراميل المتفجرة والصواريخ، وانفجار يستهدف المصلين أمام الجامع الكبير بريف إدلب. ختام النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الغياب ليس مستغربا. لا أتقبله. العم بصير 7 أيام بشكل آخر.